في مسار وتحديات. هذا الشوط نسير مع هذه الانطلاقة المميزة، نسير مع المركز الأول، مع البداية، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة، العزوبي بشعار علي بن محمد بن عبد الله الزعبي. من يقدم لنا العزوبي مع المركز الأول مع صدارة الشوط، بينما النقلة والدور مع المركز الثاني. أطويق من يتواجد مع المركز الثاني، صالح بن مبارك بن سميتان النهدي يقدم لنا انطلاقة أطويق مع المركز الثاني والمركز الثالث. التواجد والحضور مشاهدين الأعزاء، القادم في هذا الانطلاق يتقدم هنا أيضا معزم علي بن محمد بن سعيد النابت. المري يقدم لنا انطلاقة معزم مع المركز الثالث، في هذه اللحظات يغير إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع الوصول والقدوم مشاهدين الأعزاء، القادم في هذه اللحظات مرعب عبيد بن علي بن عبيد السناري يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تواجد مرعب، ولكن من الجانب الآخر اللي يتسلل من ميمنة الميدان ينطلق في هذه اللحظات من الجانب الآخر، يأتي بشعاره المميز والكبير مشاهدينا الأعزاء. القادم هنا شايع علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي يقدم لنا شايع مع المركز الرابع. في هذه اللحظات مع المركز الخامس يغير إلى رابع التحديات. هكذا هي الأسماء المميزة، الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة والاندفاعة المميزة والكبيرة التي تحمل لنا تحديات جميلة ورائعة من خلال تواجد هذه الأسماء، تواجد هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة مسائية مميزة هنا في ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا الانطلاق المميز. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة تويوتا هايلكس، هناك بالانتظار لأحد هذه الأسماء الحاضرة في هذا الانطلاق المميز. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، مع الصدارة، مع من يقود البداية، معزم علي بن محمد بن سعيد النابت. المري يقدم لنا انطلاقة معزم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول مع ثاني الأسماء. أطويق لصالح بن مبارك بن سميتان النهدي قادم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث التواجد والحضور من شايع علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي يقدم لنا شايع مع المركز الثالث. المركز الرابع السناري يتواجد، ينطلق مع مرعب مع المركز الرابع، عبيد بن علي بن عبيد السناري مع المركز الرابع. خامس المراكز يصل مع المركز الخامس الليث، سعيد بن أحمد بن محمد السلمي العامري يصل ليقدم لنا شعاره، ينطلق هنا مع المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا هي الخماسية، هكذا هي التحديات المميزة والكبيرة مشاهدينا مستمعين الأعزاء. خماسية ذهبية تسير في مسار وتحدياتي هذا الشوط. يا سلام، الكل يطمع، الكل يبحث عن تسجيل نقطة مسائية مميزة في هذه الأمسية التراثية الاستثنائية الجميلة، أمسية سن اللقاية. العودة هناك إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية، إلى التحديات الأولى. الصدارة والمركز الأول معزم علي بن محمد بن سعيد النابت. المري والمركز الثاني، التواجد والحضور والتقدم في هذه اللحظات من شعار السلمي، من يتواجد في هذا الانطلاق من خلال تقدم وحضور الليث، سعيد بن أحمد بن محمد السلمي العامري. المركز الثالث من يتواجد من الجانب الآخر من ميمنة الميدان، يتقدم في هذا الانطلاق المميز والكبير، يحضر بشعاره الرائع والجميل. هنا طويق صالح بن مبارك بن سميتان النهدي. والمركز الرابع، شوف القادم أيضا شعار بن حسين، يتواجد هنا من خلال تقدم شايع علي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. والمركز الخامس شعار السناري، ينطلق مع مرعب، عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات. العودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول، إلى البداية. طويق 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 مع المركز الأول، صالح بن مبارك بن سميتان النهدي يقدم طويق مع المركز الأول مع البداية. هو القائد لهذه التحديات المميزة، هو القائد لهذه الانطلاقات الرائعة والجميلة، بين
بينما المركز الثاني معزم لعلي بن محمد بن سعيد آل نابت المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث يتواجد شعال البريدي مع شايع علي بن جابر محمد بن حسين البريدي، والمركز الرابع في هذه اللحظات يتواجد أيضا وينطلق مشاهدين الكرام الليث سعيد بن أحمد محمد السلمي العامري مع المركز الرابع. المركز الخامس شوف القادم، وصل شعار بن بريك قادم في مسار هذا الشوط، زميلنا الإعلامي أيضا يقدم حاضر محمد بن بريك بن محمد المري، وأيضا قدوم ووصول في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، شوف الأسماء القادمة، ولكن العودة مع شعار النهدي، مع شعار النهدي يطير بناموس هذا الشوط، يطير بالسيارة، يطير بالسيارة مع الأمتار الأخيرة. يا سلام، مقدم لنا أداء مميز وكبير مع الانطلاقة المميزة والكبيرة مع الأمتار الأخيرة. شوف العرض، شوف العرض، الله يا سلام، سلام، طويق طويق طويق، طار بناموس الشوط إلى أهالي المملكة العربية السعودية في هذا الانطلاق، في هذا المسار المميز. ها هو النهدي يحضر بحضور الكبار، يقدم لنا هذا الاسم المميز والكبير مع الأمتار الأخيرة، صالح بن مبارك بن سميتان النهدي. سلام النهدي، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، مشكور على هذا الأداء المميز اللي قدمه طويق، وهو طويق بالفعل يفوز بناموس هذا الشوط ويخطف السيارة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل حاضر محمد بن بريك بن محمد المري، والمركز الثالث كان الوصول مشاهدين الكرام من الباهر لعلي بن محمد بن زيد بن ندير المري، والمركز الرابع، المركز الرابع وصل مشاهدين الكرام شايع لعلي بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، والمركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من الليث لسعيد بن أحمد بن محمد السلمي العامري. تابعنا هذا الشوط، ولكن الحضور المميز من شعار النهدي قدم لنا طويق، من خطف الناموس والسيارة واهدى أبناء المملكة العربية السعودية وهالي العاصمة الرياض. أسعد الله مساكم على هذا الفوز، 7:44، 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس يا النهدي. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام من اللي ما قصر ايضا في هذا الشوط حاضر محمد بن بريك بن محمد المري، تهانينا يا زميلنا الاعلامي على هذا الفوز يا ابو بريك. مع المركز الثاني، المركز الثالث وصل مشاهدينا الاعزاء توقيت الزمن 7:47، 23 جزء من الثانيه هو توقيت حاضر. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث الباهر لعلي بن محمد بن زيد بن نديله 7:50، 65 جزء من الثانيه، تهانينا والناموس.